أمن بلادكم أيها المسلمون، الله الله في أمن أنفسكم، الله الله في أمن نسائكم، الله الله في أمن أولادكم، حذار حذار أن يغرر بهم كما غرر بغيرهم من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بلغتنا ولكنهم انجرفوا وراء تيارات الإعلام المغرض، فخرجوا بذلك وأفسدوا واتصفوا بصفات اليهود يعيثون في الأرض فسادا. عباد الله، انظروا إلى شعار يرفعه الخارجون عن القانون، ولا نقول الخارجون عن النظام، في مصر وفي تونس وفي غيرها يرددون شعارا صهيونيا بغيظا: أسقط النظام أو اخرجوا عن النظام. هل يليق بمسلم أن يخرج عن النظام؟ نناشد كل العرب الشرفاء، نناشد المسلمين الأحرار، أن تشطب جزيرة الشر من الأقمار الصناعية العربية، لأنها لا تريد للعرب خيرا ولا صلاحا. نناشد بأن تشطب الدولة الراعية لها قطر من جامعة العرب. وختاما أيها المسلمون، الله الله في بلدنا ليبيا، فإنها أكبر من أن تترك لقمة سائغة لبني صهيون، للصهاينة الحاقدين والأمريكان الطاغين